مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشرق على شوف تي في، في هذا البث المباشر أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا معكم مباشرة من مدينة سالة. كي تتشوفوا معنا واحد الحالة اللي كانت ديجا دازت معنا في قناة الشعب، قناة شوف تي في، واللي الحمد لله القضاء يعني نصفها بحكم أنه كان عنده شي مشكل ديال الأرض في مدينة سيدي قاسم. الحمد لله القضاء نصف هذا السيد هذا، لكن وحل في التنفيذ. الإشكالية كاملة لقاها في التنفيذ ديال الحكم القضائي. اليوم اتصل بينا على في البداية، تقول لك السي حسن، تقول لك مبروك بعدا على الحكم شكرا اللي سميتو، ولكن وضح لنا فين لقيتي المشكل في التنفيذ، واشرح لنا من بعد الفيديو ديال قناة شوف تي في شنو لقيتو. شكرا قناة شوف تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنا هضرنا مع شوف تي في في واحد الفيديو سابق على هذا المشكل ديال هذه الأرض السلالية اللي عانينا منه بزاف وبزاف وبزاف. داز الحكم الحمد لله، نصفتنا المحكمة، ولكن المشكل الكبير وهو التنفيذ. من تقريبا هذه راه اكثر من 8 شهور ولا تقريبا العام وحنايا في هذه الاجراءات ديال التنفيذ. باشرنا الاجراءات ديال التنفيذ، فاذا بنا كنلقى عرقله كبيره، وفايت قلت بان رحنا عندنا يد خفيه في هذا الملف هذا اللي هي معرقله لنا، واتضح لنا بان كاين ايادي خفيه وغادي نبداو بالترتيب. لان والحاجه الخطيره اللي طلبت انا شوف تي في باش نعطيها للراي العام ونعطيها للمسؤولين باش يسمعوها، ودرت شكايات على هذه المساله هذه، وهو واحد السيد محامي في هيئه القنيطره اللي بدا كيناور هاد النواب، لقاو راسهم دايرين دعوه، قال لك اسيدي حنا ما درنا لا دعوه لا والو، مشاو داروا شكايات، مشاو داروا شكايات عند السيد العامل، مشاو داروا شكايه عند السيد وكيل الملك سيدي قاسم، مشاو داروا شكايه عند الوكيل العام ديال القنيطره، وراهم باقي كيبتوا في هذا المشكل. ما عندنا لا راد، داز هذا الملف هذا، دار دعوه اخرى ليت باسمهم، وباقي كيتماطل باش هذا الشيء كله باش يعرقل الاجراءات ديال التنفيذ بيد ما يلقى شي حل. اما ياخذ ايقاف التنفيذ، واما هذوك الناس عاوتاني اللي غادي نطرق لهم يملكوا لهم ديك الارض باش ندخلوا معاهم في صراع على طول الحياه. هذا السيد المحامي دابا داير ثلاثه ديال الدعاوي مفبركين، جوج راه وصلوا شكايه، انا ديت شكايه بيدي لرئاسه النيابه العامه بالرباط، مشكورين الناس واستقبلوني وخداو من عندي الشكايه وراهم كيبشروا فيها. ولكن راه الغريب في الامر راه ما وقفش في دعوه ولا جوج، دابا راه دعوه ثالثه دارها باسم امراه ديال مرت بان هذوك الناس اللي كنا داعين معاهم، قبض سميتها ودار بها مقال ودفع الدعوه الاستعجاليه للمحكمه، كون كو هاد السيده راه قالت لهم انا ما حاضرش للحكم كذا وكذا وكذا. اوكي، داير في المقال السيده في وزان وهي راه في طنجه، هلو بقينا كنقلبوا حتى لقينا الرقم الهاتف ديالها، اتصلنا بها، فاذا بها كتقول لك اسيدي ما فراسي حتى حاجه، انا ما درت لا دعوه لا والو، انا عندي مشكل مع ولاد راجلي ما عطاونيش حقي، وهذوك الناس خطيرين وانا ما نقرب لهم ما والو. واعترفت بان اقسم بالله قالت يا ما درت شي دعوه، اذا هذا الشيء ولا خطير. وفي النهايه بهذه الدعوه الاخيره اللي هي مفبركه حصل على ايقاف التنفيذ، اذا غادي نبداو حنا ازيرو. هذا السيد المحامي احنا طرقنا ليه واحنا عرفنا شنو دار. غادي نطرقوا للسيد القائد ديال بير الطالب اللي مشيت لعندو للمكتب وقلت له دي الدعوه ها شنو كاين، هو كان في بالو الدعوه وكان في راسو الدعوه، وعطاني الواتساب ديالو وقال لي كذا انا غادي نباشر هذا الشيء، وانا هادي قلت له انا غنمشي للوزاره الداخليه، قال لي لا لا ما تمشي للوزاره الداخليه لا والو، انا غادي نفك المشكل وانا غادي نوقف وانا كذا وانا كذا. فاذا هو دفع هاد جوج النواب مساكن دفعهم كبش ضحيه، لان شاف القضيه غادا تكبر وشاف القضيه فيها الخطوره، دفع من هاد الجوج قال لك لا هما اللي دايرين. ما يمكنش انا كنجي وكندير شكايه وكنقول عباد الله انا راه ما درت لها دعوه لا والو، وتجي غادي تقول تلصقها في واحد الانسان في السيف، لا ما يمكنش. هذا كومبين بينك وبين دوك الناس اللي مداعين معاهم، ودرتي شغلك وعطيتيهم وثيقه سابقه لاوانها، عطيتيهم وثيقه كتقول بان هذه الارض تتملك السيد الخصوم ديالنا،
ومنين مشى الاخ ديالي عند السيد القائد باش يمشي يعطيه الحدود ديال الارض من الارشيف وكنا واقفين عليها باش نفذو، قال له لا ما نعطيكش. هنا تيبان بان التحيز، وهنا تيبان بان دايرين داكشي بيناتهم مرسوم ومخطط ليه. اذا كنشكرك السيد القائد انت على هذه المبادره، كما درنا القائد الاول اللي مشى جيتي انت كملتي الشغل، ما كاين حتى مشكل، ولكن انا راني كناشد المسؤولين وكناشد صاحب الجلاله باش يشوف هاد المسائل الخطيره. راه هاد المسائل خطيره، الوثيقه عندي اللي عطيتيهم وتحطت في المحكمه وكانت هي سبب باش 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 تحكمك بايقاف التنفيذ. اذا وليتي طرف في الدعوه معانا، حنا ما تعطيناش حتى وثيقه وهذوك الناس تعطيهم. مشى الاخ ديالي عند رئيس الدائره باش يقدم شكايه على السيد قائد، قال له انا ما غنشد من عندك لا شكايه لا والو. اذا حنا مهمشين ماشي مغاربه، ما عندناش حق في هذه البلاد، هذا هو اللي خصنا نقوله. اوكي ندوزو حتى واحد اخويا ما فوق القانون. قلت لك انك حتى ما عطوش حاجه، شنو ممكن تقول لنا على هذا الشيء اللي وقع؟ شوف الله يخليك، هاد الناس انا تنقولها، هاد الناس انا تنقولها بالنسبه للمحامي بان لي فوق القانون، بان لي فوق القانون، لان الانسان اللي غيحضر جوج خطرات في التنفيذ في اجراءات التنفيذ وخطره جاي سكران، جاي سكران، وملي كنهضر معاه وتنقول له اذا انت اصلا دابا اللي جيتي تعطل ما عندكش الحق تحضر، المفوض القضائي خصو يدير شغلو، قال لي جري طوالك. اذا شنو خصني ندير معاه ديك الساعات؟ غادي ندابز معاه باش نولي انا داير المشاكل ماشي راسي؟ اذا انا كنحترم القانون، على كل انا كنحترم القانون اكثر منه. والسيد المفوض القضائي حتى هو كان كيتماطل معاهم وحنا ما داين ما جايبين، لان تيقول لك لا انا غادي ندير هذه لا هذه، ولينا خاصنا، قال لك اسيدي خصك خبير باش نقول نشوفوا البلاد واش هي ولا ماشي هي. واذا بحال انا سميتي ما كنعرفهاش، انا واقف في الارض ديالي ودعينا وغرب عناك، ومنين وصلنا للتنفيذ كتقول لي الارض ماشي هي. هادو خطط من الخطط ديال السيد المحامي، وبرافو عليه بكل صراحه. منين نهضروا على السيد القائد حتى هو دار شغلو حتى هو، عطى الوثيقه وكيدعمهم وتيوريهم شنو يديروا، قال لهم سيروا بنيو بيت في الجانبات ديال البلاد باش هكا ولا هكا يكون التنفيذ، تعقلوا لهم عاوتاني التنفيذ. دونك حنايا ولينا في مواجهات بزاف ديال الاشخاص، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، بزاف الادارات. نمشيو للشؤون القرويه ديال العماله، واحد الشخص تما عاوتاني مشى عنده الاخ ديالي، قال له انتوما انا ما نعطيكم حتى حاجه، انتوما في نزاع انتوما، قال له احنا عندنا حكم، قال له لا ما نعطيكم حتى حاجه. اذا انت هو زايد مع هاد الناس. اذا هادشي ولا واضح، كاينه كومبين بينات هاد الناس، تيدورونا كنقولوها بالدارجه، وخدامين شغلهم ونجحوا في الاخر، نجحوا في الاخير. اذا مع من غادي نهضروا؟ مع من غادي اللي مشينا عندهم؟ مشينا نديروا مقابله، طلب مقابله مع السيد العامل، هذوك الناس اللي تحت قال لك لا سيدي العامل ما تيستقبلش. اذا منين هاد الناس غيديروا لنا هكا؟ خصنا نشوفوا السيد العامل نعاودوا له شنو كاين. اذا ملي غنتقصاو حنا كاع من هاد المسائل كامله، دونك حنا غادي نوليو نحسوا براسنا ماشي من هاد البلاد. واللي باغي يدير شي حاجه كيديرها، كاينه الفوضى، اقسم بالله الا كاينه الفوضى. وكنطلب من الناس المسؤولين اللي بغى يجي يطالع على هذا الملف، عندي جميع الوثائق بما فيهم الشكايات ديال النواب اللي شكاو بالمحامي، بما تيتشكاو حتى من القائد، باش نقولها بكل صراحه، لان دخلهم في العافيه وتيهددهم، هما ما دايرين والو، عندهم شكايات، عندهم وثائق، خديت الشكايات ديالهم ودفعتها لرئاسه النيابه العامه. ايوا هذا الشيء اللهم هذا منكر وصافي، انا هزيت يدي، انا استسلمت، عرفت انا البلاد اللي ما عندي فيها حتى حق. باش تمشي للاداره العماله عندك واحد، تمشي للقياده ديال الطالب عندك القائد نتاكيك، المحامي عندي غرض، المحامي الموكل تدافع الموكلين ديالو، ولكن دخل في التزوير ودخل في المتاهات، وهاو ما كاينين شكايات، راهم باقيين عند السيد وكيل العام ديال القنيطره، وكنشكرو وكنطلب ينصفنا، يعطينا حقنا مع هذا السيد المحامي، لان راه دار شي حاجه اكثر من القانون، راه ماشي ساهله باش نجيب انا انسان نحطو بسميتو في المحكمه وهو ما فراسو والو، وبالدلائل. ايوا انا بعدا استسلمت صراحه، هي هذه استسلمت، انا باقي غادي ندير محاولات، وباقي غادي ندير محاولات، وغادي نراسل السيناتور ديال اوكلاهوما، وغادي نراسل وغادي نمشي ندير لقاء مع الجوفرنر ديال اوكلاهوما، وغادي نحط الوثائق وغادي نعاود كل شيء حتى الحكره. لا كون كانت حكمت لي المحكمه ماشي لصالحي، غادي نحط يدي ونمشي لحالاتي، ولو هذيك الارض ديال جدودي، خوتي عندهم 7 هكتارات
بغاو يديو لهم 3.5. هذوك الناس اللي مدعمينهم عندهم 70 قطار. شنو هادشي؟ واش الناس كتمشي مع موالين الفلوس؟ يلاه سمعنا بلاغ قال بان الناس بعدهم اصحاب النفوذ وبعدهم اصحاب الفلوس، ولكن هادشي راه باقي ما كاينش. راه اصحاب النفوذ وصحاب الفلوس، ولا سير عطيه الفلوس ودير اللي بغيتي. راه بزاف اللهم هذا منكر. بغينا الانصاف، بغينا نشهد الملف هذا، بغينا الراي العام، وبغينا المسؤولين، المسؤولين الكبار هما اللي يشوفوا في هذا الملف. اما الناس ديال سيدي قاسم وهادير ما بقاش، بقى عندنا معهم نهضروا. السيد العامل ما خلاوناش نشوفوا. وانا انا انا على يقين لو كان دخلنا عند السيد العامل غيدير الحل، لان سامع وشفت على ذاك السيد الله يعمرها دار. كينصف الناس وكيعطيهم حقهم. ولكن باش لقينا مشكل مع القائد الاول، مشى بحالاته، جا عطاه الكونسين حتى هو عاوتاني كمل شغله. ويدخل منين دخل عندك تاخذ وثيقه اللي كايها المغاربه ما تعطينيش وثيقه وهي عندك وخصني ناخذها. اذا فين غنمشي؟ مشاو عملوا شكايات ما خلاو فيه، مشاو شكاو هنا وشكاو هنا وشكاو هنا، حتى واحد ما سمع لهم. حط شكايه خذ لاكيزيسيون الله يعاون ويعاونك، ما كاين لا رد ما كاين لا جواب ما كاين حتى حاجه. دونك هذا الشيء ولا باين باين، ما نكذبوش على راسنا. كاينه الفوضى في جميع الاصعده. بعد انا تنهضر على سيدي قاسم، انا جي على خمس شهور انا في المغرب، مشيت لسيدي قاسم كاع جميع الادارات، داك الشيء عندهم اون كومبين بشابك شي كاين لي زي شي، وبالتليفونات الدايره راه غيجي عندك فلان عندك ما تقول ليه ما تعطيش ما ديرش، الخبير مشى باش ياخذ الحدود ديال البلاد ولاو كيلعبوا به من بلاصه لبلاصه. السيد العون القضائي ماطل كيف ما بغى، وعرفتها وحسيت به. لان ملي هضرت مع واحد النهار في التليفون قلت له قطع لي التليفون، وانت خدام معايا، انا عطيتك اجره باش تخرج تنفذ ليا، وليتي كتقطع لي التليفون، اذا هذا الشيء بان. مشى لعندو الاخ ديالي للمكتب ديالو، لقى واحد من الخصوم ديالنا خارج عنده من المكتب. اذا كاين اكثر من هذا الشيء، هذا الشيء اتضح، اتضح بان كاين رشوه، كاين بزاف ديال المسائل. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. وتنقول لك السيد المحامي ليك انت بعدا، كنقول لك هنيئا هنيئا هنيئا، لان عرفتي كيفاش تحايل وربحتي، ما عندي ما نسالك. شكرا.